سننتقل إلى حرف الباء.
هو بي ون ب بي بن بو با با إذا من يريد أن يقوم للسبورة لقراءة المقاطع؟ صفا يا يو يي يا يو يي ين يون يين ك كين كون كا كن كو كي كا تا تو تي تن تون تين تا تو تي بو بي بون ب بي بن بو با با. هل قرأت بصوت مسموع؟ نعم. هل وضعت إصبعها تحت كل حرف قرأت؟ نعم. هل كانت قراءتها صحيحة؟ نعم. إذا صفاء تستحق نجمة. ممتاز بنيتي، تفضلي. إذا من يقوم؟12
كلمة؟ ثلاثة. إذا مجموعة تحدي؟ تحدي. ثلاث كلمات. إذا مجموعة الفائزة هي مجموعة حصلت على 12 كلمة. التصفيقات على مجموعة نشاط آخر. إذا سأعطيكم أفعال وصفات لكل مجموعة لتحاولوا ترتيب أكبر عدد من الجمل. من الجمل ترتيب تلك الكلمات والكلمات التي سأعطيها في جمل مفيدة. إذا نشيطا كلكم نشيطا ظريفا ظريف يجتهد يجتهد يتعلم انتهت حصتنا أيضا.